ثلاث سيدات سعوديات في محافظة أبو عريش، بدأنا بمشروع خيري صغير لإعادة تدوير الملابس المستخدمة وتوزيعها على المحتاجين. المشروع بدأ بغرفة وانتهى اليوم بعمارة كاملة أشبه بمركز تسوق، ولكم أن تتخيلوا أنه في عام واحد فقط تم توزيع 500,000 قطعة ملابس بعد تنظيفها وترتيبها وتجهيزها. 10 سنوات عمر المشروع، لكن عشرات السنوات سيبقى أثره. احفظوا هذه الأسماء جيدا: فاطمة السهلي، آمنة أبو علة، آمنة باجبير. الحطيئة يقول: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. تنضم إلي عبر السكايب الآن الأستاذة فاطمة السهلي، وهي مديرة هذا المشروع. المشروع طبعا هم سموه يدا بيد لكسوة المحتاج. أستاذة فاطمة حياك الله معنا في أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على النبي نبي الرحمة المهدى وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. حياك الله أستاذ مفرح شقيق، نرحب فيك وفي زملائك في برنامج يا هلا، وأرحب بقناة روتانا خليجية، وأرحب بالمستمعين والمشاهدين على تلك القناة الرائعة الهادفة، كما أذكر سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على دعمه المستمر لقناة روتانا خليجية. أستاذة فاطمة. نعم. إذا تسمعيني، أنتم بدأتم هذا المشروع الجميل من قبل 10 سنوات، صحيح؟ أيوة، 1/1431. ما شاء الله تبارك الله. كيف بديتوا؟ بديت بغرفة واحدة. انطلق فكرة المشروع طبعا من عندي بعد تأمل في تلك النعم التي أنعم بها الله علينا من الملابس، من الأثاث، من الأواني المنزلية، أدوات المطبخ، أشياء كثيرة لا حصر لها. ففكرت لو أننا نحتوي هذه الأشياء والأغراض في مكان مخصص للمحتاجين لها. فعلا اتصلت بزميلاتي اللي سابقة ذكرت أسماءهم واستشرتهم في الموضوع، فرحبوا بالفكرة. فأخذت غرفة واحدة من منزلي وبلغت الجيران الزميلات بجمع ما عندهم من الفائض، ملابس، أثاث، أواني، كل ما يخدم الفرد والمجتمع طبعا من الأسر المعتازة. وحصل ذلك سبحان الله بفضل الله بتوفيقه، وتطور المشروع وانتشر بين الناس. فكان لابد من جهة مظلة، فاتصلت بزميلة لنا في الجمعية الخيرية وزارتنا وشافت المشروع وأثنت عليه وأعطتنا الترخيص، وكانت جمعية البر الخيرية مظلة لنا، ما قصروا جزاهم الله خير. جميل. دعمونا، ساندونا، ما قصروا، الله يبارك فيهم ويجزل لهم الأجر والمثوبة. آمين يا رب. أنا بس أبغى أوضح للمشاهدين والمشاهدات اللي يشوفون الآن أن الصور اللي جالسين نعرضها لكم هذه صور من المشروع، يعني لكم أن تتخيلوا كيف وصل المشروع الآن. طيب، بعد ما تجيكم الأغراض هذه أستاذة فاطمة، وبعد ما تجمعونها سواء من ملابس أو غيرها، كيف يتم إعادة تدويرها وتسليمها للمحتاجين؟ نستلم التبرعات طبعا من المتبرعين. لدينا يد عاملة موظفات عندنا في المشروع، أنا والخيرات من زميلاتي ندفع لهم رواتب. جميل. يقومون طبعا بأخذ الملابس وفرزها وأخذ الأواني وغسلها وتنقيتها وأخذ الصالحة منها، طبعا الملابس يقومون بفرزها وأخذ الصالحة منها. من كان عدو جديدا وهو في مقطع يعني، فعندنا ماكينة خياطة نقوم بخياطته. طبعا نقوم بغسل الملابس، نقوم بكيها، نقوم بتغليفها وعرضها للمستفيدين.
بالنسبة للموجودون الموجودين عندنا اللي زوروا المشروع، كثير زوارنا من للمشروع، طبعا من داخل المحافظة، محافظة أبو عريش، ومن خارج المحافظة. احنا نسوي إعلانات، وعن طريق الإعلانات والتواصل الاجتماعي عرفوا المشروع، وأرسلنا لهم الموقع وخلاص زارونا. القرى البعيدة اللي ما تستطيع تجينا طبعا نشحن لهم بالكراتين، نعبي كراتين ونشحنها، يا سلام. حتى في خارج المنطقة نشحنها عن طريق البريد السعودي على حسابنا، على حسابنا طبعا، الله يكتب الأجر إن شاء الله. آمين يا رب. أنتم الآن توصلون حتى لخارج المنطقة؟ أيوة نوصل لخارج المنطقة. وين يعني؟ وصلنا الباحة، ووصلنا لجدة، ما شاء الله، ووصلنا لمكة، والله ووصلنا الرياض، وصلنا الرياض. يا سلام، عمل عظيم والله يا أستاذة فاطمة. اللي الحمد بسألك لله. الحين، كيف تحددون قوائم المحتاجين سواء في أبو عريش أو بقية المحافظات أو بقية مناطق المملكة؟ احنا عن طريق الإعلانات وعن طريق أرقام الجوالات اللي بنشرها في الإعلان، اها، يتم عن طريق التواصل الاجتماعي، وأنا طبعا أتقبل الاتصالات وأرد عليهم، يعطوني مثلا المقاسات احتياجات، خلاص نصفقها ونشحنها لهم، الله يكتب الأجر يا رب. كيف تتأكدين بس إنه هذه الأسرة محتاجة؟ ترسل لي، يعني هي ترسل لنا الهوية الشخصية، ترسل لنا بياناتها، ترسل لنا من زميلاتها، يعني احنا عندنا لنا زميلات برضو، يعني نتواصل مع زميلاتنا جميل. وأصحاب مديرات دور التحفيز، أتعاونوا معانا يأخذون الأسر المحتاجة ويرسلونها لنا وإحنا ندعمهم. جميل. طيب انتوا بديتوا بغرفة في بيتك، الآن المعلومة اللي عندي وصححي لي إذا كنت مخطئ، صرتوا في عمارة كاملة تعرضون ما إي لديكم والله من إي أغراض والله. العمارة لمين؟ بدأت بغرفة واحدة، إيه؟ بعد كذا 3 غرف، ولكن المشروع تطور يعني بشكل يعني ما تتصوروه. فاستأجرنا مبنى ب4000، عبارة عن طابقين مكون من 14 غرفة، ما شاء الله. وفتحنا 5 معارض ملابس، فتحنا معرض للأثاث، فتحنا معارض للذكور، معارض للإناث، يعني فتحنا غرفة ماكينة خياطة، غرفة لفرز الملابس، كم غرفة عدد العاملات اللي معكم أستاذة فاطمة؟ عاملات سعوديات وعاملين سعوديين وداعمين غيريين. كم عددهم؟ 6. طيب الست هذه كم توصل مرتباتهم الشهرية تقريبا؟ والله هم أصلا متطوعات، احنا كلنا متطوعين، أنا أعطيهم ليس كراتب، ولكن أنا والأستاذ آمنة باجبير من 10 سنوات قايمين برواتبهم، طبعا احنا معلمات متقاعدة، فطبعا يتراوح الراتب من 1000، ايه، من 1000 في 700 في 800 مكافأة، يعني ليس راتب، ليس راتب. نتكلم تقريبا على 6000 زايد 4000 ايجار. الايجار أيوة. هذا الشهري ولا السنوي؟ ايجار شهري 4000. احنا نتكلم الميزانية الشهرية 12000 ريال. 12000 مين يدفعها؟ بالنسبة للايجار اهل الخير طبعا، زميلتنا المتقاعدة. ايه. وبالنسبة للرواتب أنا وزميلة لي متقاعدة اللي بدأنا بالمشروع أنا وياها حبة حبة. من 10 سنوات إلى الحين ملتزمين أنتم بالدفع؟ ملتزمين نحن بالدفع. هذا عمل عظيم والله، تشكرون عليه. طيب الجمعية اللي أنتم تابعين لها رسميا وش اسمها في أبو عريش؟ بالنسبة برضو للمصروفات، أنت عارف المشروع يحتاج إلى صابون، يحتاج إلى كلوركس، يحتاج إلى صحيح أدوات، يعني أكياس للملابس اللي بياخذوها، أشياء كثيرة. طبعا نفقة المشروع أنا أقوم بها كمديرة المشروع، أقوم بهذه النفقات، الرواتب زميلتي تدعمني الأستاذة أمنة باجي، جميل. الإيجار زميلات وجيران ما شاء الله دافعين الإيجار 4000. الجمعية أستاذة فاطمة اللي أنتم تابعين لها رسميا وش اسمها في أبو عريش؟ الجمعية جمعية البر الخيرية بأبو عريش. طيب الجمعية ما تساعدكم في هذه المصروفات الشهرية أو تعطيكم مبلغ لا من لا، الجمعية تدعمنا وجدانيا روحيا
تحفيزيا يعني تساندنا بالمشورة بالرأي، تشرف علينا توجهنا، لكن ماديا لا. طيب ما شاء الله احنا شفنا من ضمن المشروع كأنه قسم لفساتين الأفراح صح؟ اي والله عندنا فساتين الليلة الأولى اللي هي ليلة الفرح، فساتين لليلة الثانية اللي هو المي معروف يعني عنه، ايه حق الليلة الثانية. هذه عندنا كيف جميع طريقتها؟ أنواع هذه الملابس. يعني تعطونهم ويرجعونها لكم اللي محتاجين ولا خلاص؟ أيوة. ناخذ 200 ريال تأمين، ناخذ 200 ريال تأمين. المياه نغسل، احنا اصلا نغسل الملابس، ايه ملابس الفرح وملابس الليلة الثانية هذه نغسلها برا على بخار. احنا ما عندنا مغاسل بخار ولا عندنا مكاوي بخار، عندنا مغاسل عادية ومكاوي عادية. فالملابس هذه عشان ترتر وخرز هذه تحتاج إلى مغاسل على البخار، مغاسل بخار. فنحن ناخذ من المستأجرة 200 ريال. في الأول كان ناخذ 100، من قبل سنتين ناخذ 200، لأن طبعا المغسلة ما ترضى تاخذ 100، تاخذ أكثر عشان والله الملابس تكون. والله هذا مشروع عظيم ومبادرة أعظم ما شاء الله من 10 سنوات إلى الآن، الله يعطيكم العافية. أبترك لك كلمة أخيرة قبل ما أنهي هذا اللقاء، وش تحب تقولي فيها؟ والله أقول فيها أوجه شكري وتقديري إلى خادم الحرمين الشريفين، وأدعو الله أن يوفقه وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ويكلل سعيه النجاح. وأسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن بلادنا خاصة وعن جميع بلدان العالم يا رب العالمين، والبادرة الثانية التي وضعها للشعب السعودي ووضعها للمقيمين على أرض المملكة. بصراحة يضرب فيها المثل، نحن نفتخر فيه ونعتز فيه. نسأل الله أن يطول عمره وينصره على من يعداه ويكلل سعيه بالنجاح. أشكر طبعا الوليد سمو الأمير الوليد بن طلال على دعمه لكم، أشكركم على تحت هذه الفرصة لي. أبدا هذا واجبنا. أشكر الداعمين لنا زي ما قلت لك بالرأي والمشورة، يستاهلون. طبعا جاء لزيارتنا الأستاذ محافظ المحافظة محمد بن هادي الشمراني، إيه؟ الأستاذ المهندس أحمد القنفدي مدير التنمية، الأستاذ عبد الله الأمير برضو التنمية الاجتماعية. يستاهلون الشكر جميعا أستاذة فاطمة. وبقول لك بس قبل ما أنهي معك أنه احنا فخورين جدا فيكم وبما تقدمين. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة. أشكر فاطمة السهلي آمنة أبو علة وآمنة باجبير، هؤلاء السيدات يقدمن عملا عظيما جدا. شكرا أيضا لجمعية البر في أبو عريش المظلة الرسمية لهذا المشروع الخيري الكبير والجبار. 10 سنوات من العطاء لهذا المشروع، هدفه الوحيد أن تصل هذه الملابس وهذه الأدوات وهذه الأغراض إلى من يحتاجها بشكل مجاني. شكرا لهؤلاء وكثر الله من أمثالهم. فاصل ثالث.